نعم. تخيلي تمنيت أنا أكون متزوجة عشان أسوي مثلها وأكثر. أنا حاجيش معك واحد ببالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عاش من شافك. حشت أيامك. مختفي. والله ماكو دوام بيت ساعات عند الربع شوية. يا الله بس يمدينا مرة سلم على الوالدة. عاد تصدق صار لي يومين مو شايفتك عشان تعرفون قيمتي إذا بقيتوني. عشتوا على أساس إن الحين إحنا فاقدينك. بسم الله عليه عساني ما أفقده. شفيك هالجور؟ شفيكم ترى قاعد غشمر. وين أمي؟ فوق الله وكيلك مسويها فقرة تجريد وتحليل الملابس. طلع القديم وتحط الجديد وتعال شوف لويا تلويا. أنا أذنكم شوي. ترى انت دعلة زعل. ايش دعوة بعد اخوك حساس لهالدرجة؟ ترى قاعد تغشمر معاه؟ بقول لك شيء. في شيء قاعد يصير معي مو فاهمته. شنو؟ تقريبا كل يوم قاعد ينحط ورد على سيارتي، وبالانستغرام قاعد يوصلني على التاير كلام حلو، بس ما ادري من منو. من منو يعني؟ ما ادري. بس انا حاسة انه فهد. بس مو فاهمة ليش قاعد يسوي كذي؟ كلش مو فاهمة. إنزين سألي. أنتي من صدق إيش أقول له؟ أنا خايفة أسأله أصلاً. تعالي باكر فتشيها. ليش ومنو ومنو هذا اللي يحبك؟ لا تكفين تكفين مالي خلق. إي بس مو ذنبك أنتي ما تدرين. كتبي له مشكور على الورد وخلاص. ينكس حبي على الورد، ذوقك يعجبني. منو هذا اللي حاطينا على بدور؟ وقاعد يزلها هالورد. أخ بس لو عارفة مو قدرتش أصلاً. وأهم شي إن عجبتش. وبعدين أصلاً أنت تستاهلين أكثر من الورد. يس يس إي إي بسم الله. شفيك طلع الورد منه. قصدك يا عمري. الحمد لله والشكر. اللي بسألك عمي ضاري وينه؟ انت شكو قاعد تسألين عن عمي ضاري؟ عادي قاعدة أسأل ايش فيها؟ هالجور بدوره؟ ايش فيك؟ شنو يعني إذا سألت؟ الحمد لله والشكر. لا يروح بالك بعيد. عبالي بقى.